البورتريه ليس للبيع. لو سمحتوا انتم مودين استاذ شريف على فين؟ بنفضل اوضه سعادتك. وسيادتك تبقى مين؟ ما يخصكش انا مين بالظبط. كل اللي يخصك ان انا عايزه الشريف عفيفي يخرج النهارده، ولو ما خرجش هتهمك انت شخصيا انك بتموته. تشريف، مدام سلافة، مدام سلافة. في تأمين لازم يدفع، وأملي الوحيد إن الرواية تبيع كويس. دخلني الشريكة معاك في دار النشر يا شريف، وأنا اللي هدفع التأمين. عرفت هتعمل إيه في العربية؟ هزجها في ترعة الماروتية يا مدام. تمام، وأول ما تطمن إنها غرقت تجري على أقرب كمين. هتقول لهم إيه بقى؟ أنا كنت سايق عربيتي وشفت عربية تغرق في الترعه. تمام يا مدام. ودار النشر اطمن يا مدام، الكهرباء مظبط كل حاجة. بص اللي في الصورة ده سليمان عبد الدهيم الحقيقي. يعني يعني سليمان عبد الدهيم اللي احنا نعرفه ما هوش سليمان عبد الدهيم، اسمه الحقيقي احمد موافي، وانتحل شخصيه سليمان عبد الدهيم خريج كليه الهندسه اللي موجود في الصوره دي. طب وسليمان عبد الدهيم اللي موجود في الصوره دي جرى له ايه؟ بيقول ان سنه 58 اتقبض عليه بتهمه ان هو شيوعي، وبعد ما خلص الكليه ما حدش يعرف عنه اي حاجه خالص، اخباره كلها انقطعت. أظن كده إن ده دليل كافي. لا يا دكتورة، للأسف ده مش دليل كافي. صحيح إحنا معانا صورة، بس شهادة صاحب والدك مش كفاية أبداً. ده نص اللي في الصورة ميتين. يا دكتورة أنا عايز أساعدك فعلاً، بس لازم يبقى فيه دليل قوي. يعني تسجيل صوتي، حاجة بخط إيده، مش صورة. أنا بفكر في حاجة. أنا بيتهيألي سليمان عبد الدايم اللي هو أحمد موافي استخدم نفس الأسلوب اللي استخدمه مع نسيمة ونادر. أسلوب إيه؟ سيبني أرد عليك لما أروح البيت وأتأكد من حاجة. هبقى أكلمك بعدين. شريف ازيك؟ كنت فين؟ كلمتك ما ردتيش. كنت بعمل مشاوير وما سمعتش الموبايل. انت مخبيه عني ايه؟ مخبيه عنك ايه؟ يعني هكون مخبيه عنك ايه بس؟ ولا حاجه. انت مين؟ ليه ما فيش اي صوره لامك في البيت ده؟ انا قلت لك ماما ماتت وانا صغيرة، ما بحبش اشوف صورها عشان ما افتكرش. في ايه يا شريف؟ ايه؟ ماليش حق اعرف انا اتجوزت مين؟ اتجوزت سلافة يا شريف، الست اللي حبيتك وهي واقفة جنبك لحد ما وقفتك على رجلك. حتى دي مش مصدقها. انت ليه خبيتي عليا ان امك هي ضرية؟ ها؟ انت ازاي تفتح الترك بتاعي؟ كنت بدور على النسخة الجديدة اللي طلع عيني عشان اكتبها، لقيت النسخة القديمة اللي كنت مخبيها في بيت فريدة. انت الحرامية وسرقتيها، وعلشان كده سفرتيني اسكندرية علشان تبعديني عن دار النشر وتحتية، وكمان علشان كده دفعت التأمين بتاعها قبليها بشهر. سليمان عبد الدايم زايك عليا. أنا بكره سليمان عبد الدايم أكتر ما أنت بتكرهه مليون مرة. أمال ليه سرقتي الرواية؟ ليه حرقتي دار الناس؟ ليه بعتيني لسليمان عبد الدايم؟ أنت حقيرة! اتفضلي أهو.